الاستراتيجية الوطنية الملكية الفكرية هي واحدة من المسؤوليات التي حملت إياها الهيئة السعودية الملكية الفكرية. تعرف عندما تتجه المملكة العربية السعودية ووضعت موضوع الملكية الفكرية ضمن برامج الرؤية 2030، إنشاء الهيئة هو واحدة من مخرجات رؤية المملكة 2030، وواحدة من البرامج التي مسؤولة عنها الهيئة بشكل أساسي وضع الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية. لكن لماذا نحتاج استراتيجية الوطنية للملكية الفكرية؟ لأن إذا شفنا الرادار على مستوى العالم تجد كثير من دول العالم التي تقدمت في مجالات الإبداع وتقدمت في مسارات متعددة في مجالات الملكية الفكرية كان لديها استراتيجية وطنية محددة واضحة المعالم، تعرف من أين ستنطلق وأين ستصل. ولذلك المملكة الآن بدأت في وضع استراتيجية وطنية للملكية الفكرية. الاستراتيجية الوطنية تقوم على محاور أربع. المحور الأول محور الطلب، وين نقاط الطلب وطنيا في مجالات الملكية الفكرية، وكيف نستطيع أن نغذي مسارات الإبداع فيما يتعلق بمسارات الطلب. عندما تواجه الصناعة أو المجالات الأكاديمية أو المجالات البحثية مشاكل معينة محددة، هذا يكون في زاوية الطلب. المسار الثاني يتعلق في كل ما يتعلق بمسارات الملكية الفكرية القابلة للتنفيذ والحماية، هذا الجانب الآخر. الجانب الثالث كيف تدار الملكيات الفكرية، وهذا جانب مهم من جوانب الاستراتيجية الوطنية. الجانب الأخير كيف نستثمر الملكية الفكرية بحيث أن نعظم من آثارها بشكل كامل، وهنا تكتمل الدائرة للملكية الفكرية في الاستراتيجية الوطنية، وهي ما قامت فيه ليس فقط الهيئة السعودية الملكية الفكرية، لكن منظومة كبيرة من الجهات ذات العلاقة شاركت الهيئة في وضع الاستراتيجية، بالإضافة لعدد من الخبراء داخل المملكة وخارج المملكة. والاستراتيجية الوطنية الآن عند النظر الكريم لاعتمادها من أجل أن نشوف إن شاء الله بإذن الله نتائجها. لكن اسمح لي أسألك، يعني البعض يقول لك وش أهمية الملكية الفكرية في حياتنا مثلا، ما هو تأثيرها أو على القيم غير الملموسة مثلا؟ يعني والله هذا سؤال جميل. أنا بس علشان أبسط الموضوع يعني لغير المتخصصين، إحنا في الغالب نقسم الملكيات إلى قسمين، قسم ملموس وقسم غير ملموس. فإذا اعتبرت جوالك والجهاز اللي أمامي نموذج، الجهاز عبارة عن جهاز ملموس قابل للبيع والشراء. لكن هذا الجهاز الملموس عادة الشركات يكون عندها قائمة من القوائم الملموسة، النقد وغيرها من الأشياء، البضائع القابلة للبيع والشراء والتداول. وهناك قوائم ملموسة لكنها أيضا ثابتة مثل الآلات والمعدات وغيرها. حنا نركز على الجانب غير الملموس، والجانب غير الملموس جزء كبير منه ملكيات فكرية. الجهاز اللي بين يدينا اليوم فيه ما يقارب 120 قطعة، لكنه يحتوي أكثر من 20,000 براءة اختراع مضمنة داخل أجهزة جهاز الجوال. ما نتحدث عن براءات الاختراع التي ضمنت داخل هذا الجهاز، العلامة التجارية، النموذج الصناعي الذي وضع الإطار الخارجي للجهاز، طريقة تصميم العلامة التجارية، وأيضا ما ينطوي عليه من نماذج مرتبطة بالصناعة وغيرها، نعتبرها قيم غير ملموسة ذات أثر وقيمة كبيرة جدا. لماذا القيم الغير ملموسة مهمة؟ لو أخذنا أكبر 500 شركة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر 500 شركة بموجب تقييم S&P في 2020 90% من قيمتها غير ملموسة، والمتبقي هي القيمة الملموسة. هذا يجعلنا في استراتيجيتنا الوطنية وفي أعمالنا في الهيئة نحاول أن نعظم الأثر للقيم غير الملموسة مقابل القيم الملموسة. لكن هل شعرتم في الهيئة بأن هناك حاجة لتأسيس ثقافة الملكية الفكرية في المجتمع؟ هل ترى أنه يشكل تحدي كبير، أنه شيء جديد على المجتمع مثلا؟ والله الجواب بكل تأكيد نعم، لسببين. السبب الأول أن احنا في الملكية الفكرية نتعامل مع طرفين. الطرف الأول هو الطرف مالك الحقوق، مالك حقوق الملكية الفكرية، وهذا الطرف في الغالب إما أن يكون شركات، مؤسسات بحثية وجامعات أو أفراد. هذا الطرف يحاول أن يأخذ غاية ما يستطيع من حقوق من أجل أن يضمن التحكم في منتجاته. هناك طرف آخر وهو المستهلك. المستهلك أيضا له حقوق،
وعليه الالتزامات. هذا المستهلك يجب أن يضمن أن عندما تقدم له البضاعة المحمية بالملكية الفكرية يجب أن تقدم له بالمستوى والجودة الذي يفترضها المستهلك. ولذلك في الغالب تقع الملكية الفكرية في سياساتها وإجراءاتها في العمل في المنتصف، بحيث أنها تضمن أن هذا صاحب الملكية الفكرية لا يأخذ أكثر مما يستحق من حماية، وأيضا المستهلك لا يفرط في الحماية. احنا ليش نقول كذا أبو فيصل؟ لأن نؤمن أن انتهاك الملكية الفكرية قد تقتل الإنسان، ودائما أقول أنا في المؤتمرات أن انتهاكات الملكية الفكرية تقتل، ولذلك أن سميتها سرقات أنا أسميهم قطاع طرق. من يتعامل مع انتهاكات الملكية الفكرية هم في حقيقة الأمر قطاع طرق، يقطعون الطريق بين هذا المبدع المبتكر وبين المستهلك الذي من حقه أن يأخذ البضاعة السليمة بشكل سليم. كيف تقتل؟ تقتل عندما أشتري من السوق على سبيل المثال شاحن جوال عليه علامة تجارية أثق فيها وأعرف أن هذه العلامة التجارية لها مصداقيتها ومكانتها، لكن هذه العلامة التجارية مقلدة، ليست العلامة التجارية الأصلية، فبالتالي هناك من سرق العلامة التجارية ووضعها على هذا الجهاز، ممكن يسبب حريق في البيت من أجل القتل. عندما يباع الدواء ويوضع عليه علامة تجارية لشركة دواء ذات مصداقية وموثوقية عالية، لكنها أيضا ليست بتلك المصداقية والموثوقية العالية، بل أنها قد تتسلل إلى أجهزتنا الإلكترونية واللوائح الإلكترونية في بعض الأجهزة الحساسة، مما يسبب أثر كبير جدا جدا. ولذلك أرجع مرة ثانية للسؤال، نعم نحتاج أن يكون هناك مستوى عالي جدا من الوعي، لأن القضية ليست قضية البحث عن البضاعة الرخيصة بقدر ما أني أبحث عن البضاعة التي فعلا تستحق المبلغ الذي يدفع مقابل هذه البضاعة. لو استخدمنا نموذج الجائحة التي مرت على العالم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعها عنا جميعا في أسرع وقت ممكن، لو لم تكن شركات الأدوية تضمن أن لديها من الحماية ما يكفي لأخذ حقوقها، ما أنفقت المليارات من أجل بحث وتطوير. كانت كل شركة تنتظر الشركة الأخرى أنها تبدع في هذا المسار، لأنها تقول ليش أنا أصرف هذه المليارات في تطوير الدواء. فمسيرة تطوير الأدوية هي أيضا نوع من المسارات التي تساعد في تطوير الإبداع والابتكار، وأيضا تفيد المستهلك النهائي بالوصول بضاعة سليمة له. أيضا ما دام أنك اضطريت القتل الله يبعدنا عن القتل، لكن في أيضا من يرى أنه أيضا من ناحية أخرى بعض المعايير الصارمة قد تقتل الإبداع، قد تحد من إبداع المبتكرين أصحاب الأفكار الجديدة أنهم يدخلون في منطقة رمادية، يعني من ناحية الحقوق الفكرية الوقوع في المحظور، خاصة اليوم أصبحت قضايا التعويض وقضايا الملاحقة يعني أصبحت متاحة على مستوى العالم. هل توافق على هذا الرأي؟ أنا لا أؤمن أن حماية الملكية الفكرية تقتل الإبداع، بل هي تحفز الإبداع وتحفظ الحقوق لكن حنا نعتبر حماية الملكية الفكرية هو احتكار نظامي يتيح لصاحب الحق أن يحتكر بضاعته التي أبدع في إنتاجها بشكل نظامي لا يجعله يفرط في استغلال هذا الاحتكار، لأن هناك ضوابط تضبط مثل هذا الاحتكار.